شهر إله سنتين ماشي مجارير. لما بتفتح جوره فنيه ماشي بتفتحها، الغازات اللي بتطلع بتقتل زلمه ولا ما بتقتله؟ نحن شي 45 عيله. بيلا النهر لفوق. ايه تصير المي لهون لعند الخزان. هاي مشاعر دولة، بكره بالشتوية بيطوف النهر تطلع، كان تطلع المي علينا لهون، تطلع المي بس يطوف النهر، تطلع المي تسكر كلها هاي المي. هذيك السنة ابني وعب أول النهر. عمره سنتين ابني، مو مبين منه شيء إلا إيده، وأخوه الأكبر منه عمره 3 سنين كمشوا من إيده. طبيته لابني هيك صار يطلع وسخ من تمه ومن معدته، ضل 3 أيام ابني يستفرغ وسهال وهيك، ولا حدا قالنا شبه، ولا حدا خصه بالموضوع نهائيا. يعني هلا إذا بتشت الدنيا شو بتعملوا؟ هاي بتطلع أغراض اللي عند أهلها لفوق، أنا أشوى شوي لا، بس شو أغراضي كمان كلها بتصير مي ووسخ وقد توصل مي لعندك؟ إيه بتطلع لعنا، النهر هذا كله بطوفه وبيعلى، ويعني وطوفان مو من عندنا بيكون جاي من الجبال، يعني تخيل أنت السيل شلون بيكون. ابني عطول بيوقع من هون هيك من هاي الفتحة لهون. بالليل ما بننام، ضل فايقة على النهر طاف ما طاف بقعد برا. كذا سنة صار له يكب هيك. يعني ما بالليل شوف السعل وشوف البلغم عندي والبلا، ابني نفس الشيء هلا بطلعوا بحطوا بالغازية كل نهار كرمال الرواح، صار معه ربو. الصبح بتفيق على روايح، المساء بننام على روايح من غير الوسخ. ريحة النهر أكثر شيء يعني، يعني هلا يمكن خفيفة شوي بس بالليل لما بسكر الهواء بتشم ريحة لطيف. خاصة بتزود وقت بتشتت الدنيا وبحرك المجارير كتير بتزيد الريحة. شو بدنا نعمل؟ مغلوب على أمرنا، يعني بدنا غصب عنا مو بكيفنا، في ريحة ما في ريحة. يعني مستحيل تفوت على بيت ما تلاقي في ولد أو اثنين. طب شو بقولوا لكم الأولاد على الريحة؟ شو يعني؟ ماما في ريحة، بقول له طيب ماما شو بدي أعمل لك؟ مع الأولاد كلها رشحة وربو. أنا عندي 3 سنين وعندي سنتين. من خلقوهن نعربوا طبعاً ونحن كمان. تواصلتوا مع البلدية؟ تواصلتوا مع الأمم؟ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة قلنا شايفين الوضع إنه يساعدونا بس بهالروائح منه صغار؟ ما حدا، كل مرة على البلدية قلنا إحنا ما لنا علاقة، صيدا أو الغازية أو درب السيم. حكيت مع لجنة الحماية إنه تساعدنا، ما حدا رد علي. إنه يساعدونا نطلع أو يأجروا لنا بيت أو يعطوا يساعدونا بأجار بيت، ما حدا رد علي.